نوفا جيست بوغ اونتامي سيت سيونس ان شاء الله الرحمن الرحيم. اون اتوندون تا لو نومبر ديال لي يطلعوا شويه. صوت سابق صوره. سي لا كونيكسيون سي زبير. ربما حتى الكونيكسيون عندك تقدر تكون ماشي غير من عندي انا. إذن كنتمنى الله أنكم تكونوا معاد رمضان غادين بخير وعلى خير والأمور كتمشي الحمد لله إلى ما هو أحسن، خصوصا في عدد الإصابات بالفيروس كورونا. ولكن اللي جميل هو أنه عدد حالات الشفاء في تضاعف بشكل إيجابي، مؤشر إيجابي. مرحبا سي بنون عبد السلام، إما مرحبا حمزة، مرحبا. إذن باش ما نطولش عليكم، أنا هذا كان بتيت هوماج المرحوم إدير اللي فارق الحياة يوم السبت 2 ماي، أي البارحة، الله يرحمه ويوسع عليه. هذه من الأغاني الجميلة ديالو أفا فاي نوفا. كان واحد السيد الأخ تاعي اللي قال لك ضروري ديرها بور لو روندغ هوماج، الله يرحمه ويوسع عليه. وكنتمنى على الله ان فقدنا واحد من الفنان الامازيغ اللي بصم على في المسار ديالو، ولكن الله يرحمه ويوسع عليه. هذا ما عندنا ما نقولوا، ان لله وان اليه راجعون. اذا مرحبا بكم في حلقه جديده من دردشه رياضيه مع نور الدين، واليوم الثامن من يوم التاسع من رمضان، الله يدخلنا بالصحه والعافيه. ارتأيت انني نستقبل فيها ضيف كبير، بطل من واخا باقي صغير في السن، واني بطل تبارك الله في لو بالماريس ديالو اللي كنشوف انا قدامي، غادي نحاول نستعرضو عليكم فيما بعد. يساجي بيان ديال لو شامبيون ديالنا البطل المراكشي محسن الكوراجي، اللي صراحه بطل كبير ومن العيار الثقيل. مرحبا بالإخوان، سي عبد الله صهيب مرحبا بك، نعيمة كريمي مرحبا. إذا غنحاول نربط الاتصال بسي محسن الكوراجي باش مساء الخير سيدي. إذا في انتظار يطلع معنا سي ياسين. بليتو سي محسن. سي محسن عليكم السلام ورحمه الله، كيف الحال والاحوال؟ والله الا الحمد لله، انت يا بخير، كل شيء مزيان، كي غادي مع رمضان كل شيء. وانتم كي درتوا مع الحراره في مراكش؟ قالوا لي كاين الصهد هذه يومين، هذه اليوم اللي بزاف، اليوم كاع يوم 40 درجه كاينه اليوم، راه واحد الصهد ما شاء الله. والله غلبكم عليها ودي، احنا في اكادير صراحه مازال ما لحقنا الصهد، كاين بالعكس كاين الضبابه. حنا كنعرفوا ملي كتكون الحراره في جهه اخرى كيكون عندنا حنا الجو بارد تقريبا 24 25 درجه. انا في العشيه طلعت للسطح كنت بتي شورت، حسيت شويه بالبرد، وني نطلب الله يلطف بينا لا من ناحيه الطقس نواحي الجو ولا ما يرفع علينا هذا البلاء هذا. كيف الحال والاحوال سي محسن؟ الله يلاه الجاوي ديالنا الحمد لله. كا ولا ماكا؟ راك ولا ماكا؟ تماك داك قفو كماكا. شوف قبل ما نبداو السي محسن غادي انت، انا سولت عليك لقيتك انا معشق اغاني الراي ياك. واه الا ما فراسكش انا فراسي. الا ما فراسكش انا فراسي. انا ارتأيت الاغنيه، ناخذ اغنيه من الذوق ديالي انايا باش نعطيها لك. هانا سيدي مرحبا. عمري ما موز قليا مع راسك باش هاد السخينات هادو. واه راه حنا سخوني غنبردوك. انا شوي بغا ندبانكلي ل عمري ما بنيت الدنيا هكذا.
عمري ما ظنيت الدنيا هكذا، الدنيا قلابة وني الحمد لله على كل حال. والحمد لله على بركة الله سي محسن. شوف غتقدم نفسك بجوج كلمات وانا غنتكلف الباقي، وراك عارف الكود العلامات اللي عندنا هنايا، ما نبغيش نوريهم لك. عرفتهم انا بابا انت ولدي. هادي عتي سميت هادي، فين هو غادي؟ فين غادي؟ فين هو غادي؟ شكون هو السي محسن الكوراجي؟ محسن الكوراجي. لا نقول لك السلام عليكم. انا زتي عام زتي عام نسمي لكم اسم ديال محسن الكوراجي من مدينة مراكش، بالرجاء ديال المنتخب الوطني. نعم. ومع فريق سيدي علي برو سايكلين تيم. نعم. وشي اللي كاين. بارك عليك. إذا كيف قلتي سي محسن الكوراجي من مواليد سنة 1997 بمدينة البهجة مراكش الحمراء. مراكش. دراج فريق الدراجة الهوائية كانت سنة 2012 مع فريق نادي الدراجة المراكشي في سي ام. هادشي اللي كاين. 2013 انتقلت للفريق سيدي علي اوسي البيضاوي. 2014 اول مشاركة دولية من خلال طواف ابي تي بي دي جاردا بالديار الكندية، هذاك هو اول طواف دولي لك، كنت ديسا في سن صغيرة يعني تقريبا جونيور. 2015 كانت عندك اول مشاركة ببطولة العالم للناشئين بالولايات المتحدة الامريكية، وكذلك الجائزة الكبرى ريوبي ليلاند بسويسرا. وعاوتاني في نفس السنة رجعتي للطواف الكندي ابي تي بي دي جاردا اللي احتلتي فيه المرتبة السادسة الخاصة بالقميص المنقط جراند بور، والمرتبة 15 في الترتيب العام النهائي للطواف. سنة 2015 فزتي ببطولة المغرب على الطريق فئة الشبان. لا ومرتبة ماشي كونتر لا مونتا ضد الساعة. دونك ضد الساعة. انا لا درت شي خطا صحح لي عافاك. والمرتبة الثانية بالبطولة الأفريقية بجنوب إفريقيا كونتر لا مونتر باريكيب. كونتر لا مونتر باريكيب. مزيان حنا دابا متفاهمين. أنا شاد الرويضة تاعك وسير معايا. ما بينات 2014 و 2015 التحقتي بالمركز العالمي لتكوين أبطال الدراجة بسويسرا، قضيتي فيه سنة. سنة 2017 احترفتي بفريق يو اس أورليون الفرنسي لمدة سنة واحدة، غادي نرجعوا نذكروا على هذه القضيه ديال الاحتراف ديالك بهذا الفريق الفرنسي. 2018 شاركتي في طواف المغرب وكنتي تبارك الله واحد لافورم مزيان، ولكن للاسف تعرضتي فيه للسقوط والانسحاب لان بفعل الاصابه. نعم. وكذلك شاركتي في البطوله الافريقيه للشبان بساحل العاش في نفس السنه. 2018 كذلك المرتبه الثالثه بطواف كاس الامم للناشئين بالكاميرون، والمرتبة الرابعة بترتيب بالقميص المنقط للمتسلقين بطواف أميسا بانغو بالغابون، والمرتبة 32 في السبورة النهائية، احتلت المرتبة 32 شيء جيد. 2016 كذلك بطل إفريقيا الكلاسمون جينيرال. كلاسيت مرتبة 21 ماشي 32 حيت جبت 21 جبت في 2018 و2019. نعم 2020 2020. المهم في 2016 درتي بطل افريقيا بالمضمار صنف الملاحقه بورتويت فردي، وكذلك بالفرق مع المنتخب المغربي، ودرتي بطل افريقيا في السكراتش. تشرح لهم شنو هو السكراتش لان كاين بزاف ما تعرفوش شنو السكراتش، كنفضل انت ان تشرح شنو هو السكراتش من بعد. 2019 حترتي المرتبه الثامنه بالترتيب النهائي بطواف كونيا تركي، والمرتبه 18 بطواف قيصري تركي كذلك، والمرتبه العاشره بطواف الاناضول دائما بتركيا، يعني درتي ثلاثه طوافات في الديار التركيه. 2019 شاركتي رفقه المنتخب الوطني المغربي للدراجات بالالعاب الافريقيه، والمرتبه الخامسه بسباق ضد الساعه، درتي 5 في كونتر لا مونتر 5 في اقل من 23 ساعه. نعم. والمرتبه الخامسه تشالنج ديال الولي العهد مولاي الحسن، والمرتبه الثانيه ببطوله المغرب اللي فيها اقل من 23 سنه. المهم بحال شالنج مولاي الحسن في 2018 درت طروازيام في طروازيام. نعم. في سانكيام. نعم. حنا المجال ما كيسمحش لنا تبارك الله الا غادي نديروا الديطا عاد السباقات الجهويه والوطنيه وغيرها، راه غير خصنا حلقه نهضروا فيها. حنا خدينا غير اهم المحطات في المسار الرياضي تاعك باش نخليو المجال
نكتشفوا شكون هو السي محسن وشنو الوجه الخفي اللي منه، هادشي اللي ما تنقوله انا للضيوف ديالي. أول اذا طواف سنه 2020 أول نعم طواف سيدي طواف المغرب جريته في 2016، أول طواف لي ربحت فيه الميور جون، ما يرجون كويتيات مزيان في الكلاسمون جينيرال، مايو بلون مايو القميص الابيض، القميص الابيض. سنه 2020 كالتحق فريق سيدي علي برو تيم سايكلين، وشاركتي بطواف انطاليا التركي يعني مؤخرا، والجائزه الكبرى ديال الانيا غازي بازا، وطواف اميسا بانجو الغابون. يعني 2000 تبارك الله 2020 غير هاد الشهور اللي فات درتي فيها تقريبا ثلاثه طوافات. ثلاثة طوافات وشي بحال هكا شي خمسة ديال لي كلاسيك في تركيا. وتبارك الله شتي كون ما جاش الحجر كانت الفورمه الحمد لله طالعه مزيان غادي سير لابون. كنا تنوجدوا الطواف المغرب ولكن كلشي بنادم خيره في غيرها، خيره باقي صغيره سي، باقي صغيره اللي سمعك كتتكلم كنا باقي الوقت امامك، بالعكس هادشي غادي يزيد يحفزك وغادي يزيد من العزيمه تاعك انك دير اكثر. كتقول مشات هذاك العام ضاع العام على كل شيء، الحمد لله بنادم غير يبقى بصحته ويكون كل شيء كنتمناه. هذا ما كاين في تبارك الله في هاد لو سي في لو بالماريس سبورتيف ديالك، يعني المسار الرياضي تاعك جميل 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 جدا، اي واحد كيتمناه. وانت تبارك الله في السن تاعك يلاه 23 سنه باقي عندك ما تعطي الله، قلتي بسم الله غتبدا تختر فهمتي. وقال لك سي عندنا العربيه الفورمات طلعت في اكادير، واش كان شي تربص اعدادي في اكادير الله اعلم. دابا تنمشيو تنوجدو فيها، دابا مشينا لها جوج الخطرات في 2019 و 2020 في البدايه ديال العام، تما نعم بارينا حيت تكون اكادير تما عرفتي ما غاديش تكون بارد. نعم مشينا لاكادير حيت تكون الجو مزيان وترينينا تماك شويه. اه سيدي مزيان ما عندي ما نسالك. على بركة الله نبداو الأسئلة الكلاسيكية، وكاين السؤال الكلاسيكي الأول باش تنبدا ديما التدخل ديالي مع الضيوف. كيفاش كيدوز السي محسن النهار ديالو في الرمضاني دابا في ظل الحجر الصحي؟ النهار ديالي تندوزو كما قلتي كله راحة، تنمر المغرب تنتريني، ما تنترينيش قبل من المغرب، بعدا في رمضان ما نعم صحي قبل ما رمضان كنت في الصباح تتفيق تتريني شي شوية ديال الميسكيلاسيون، وفي العشية نعم تدير واحد الساعة ديال الذولو، نعم ونهار ليه ونهار لا ما تنترينيش كل نهار، مادا الميسكيلاسيون تنديرها كل نهار، ولكن الذولو الدراجة تندير نهارية ونهار لا، حيت دابا كيما تتعرف راه غادي نجلسو بزاف، باقي مازال ما عرفتش امتى غادي نديرو، ما خصناش نفورسيو حيت الذولو تيهلك شوية الإنسان، ماشي بحال لا ترين على الطريق ولا شي حاجة. نعم هو حل، ما غنقولش حل ترقيعي، هو الحل اللي كاين دابا بالنسبه للناس اللي كي شاد بيه، وخاصك من الاهميات هو الميسكيلاسيون حتى هي باش تفورسي العضلات ديالك يبقاو شادين باش ما تنعسوش، هادشي اللي كاين الميسكيلاسيون حتى هي مهمه. نعم غير الاشاره واحد التوضيح، انا باستشارتي مع الدكتور سي بن عزوز والبطل ديالنا خالد بولامي قال لك بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا الرياضه في رمضان خصوصا اللي كيزاولوها من قبل ماشي حتى لرمضان عاد غيبداو، الا كانوا غادي يديروا دي ديسيونس عند حصص اللي غادي يكون فيهم شويه الخدمه لي سيري وداكشي من الافضل مورا وجبه الفطور، الا كان شي حاجه غير خفيفه كنقولوا بحال لونغ سورتي خفيفه ظريفه يحاول يقربها من المغرب، يعني يحاول غير من ينزل يدوش يجيبها مع الاذان نيشان، لان لو كور كيفقد بزاف ديال الماء تاعو خصوصا في ديال الحراره دابا اللي كاينه. اذا من الافضل الا كانوا دي سيونس فورسي فيهم الخدمه اجلوهم، غير الفطور ما تكثروش بزاف، ديروا القياس شي حاجه خفيفه، شربوا الماء مزيان وتوكلوا على الله كيف دار السي محسن. وتريني في شي بلاصه اللي تكون مهويه شويه، ما ترينيش في الدار، تحاول نعم سطاح جريده شي بالكون ولا شي حاجه ضروري نعم الدات ديالك نعم ما تكونش مخنوق. نعم اذا غندخل معك شويه في الامور التقنيه سي محسن. خليوه سيدي. كيف قلت كنتمنى والله ان الرياضه ديال الدراجات يعاود يتسلط عليها الضوء من جديد وترجع ماشي لسابق عهدها ولما لا لافضل، بحال الابطال بحال كنتا والاخوان الاخرين اللي كاينين معنا تنشوفوهم. وكنظن ان اول بادره ان من تحدث هذا الفريق ديال سيدي علي برو سايكلين غتكون هي الحجر الاساس، ما غندوزو لعالم الاحتراف، والعالم الاحتراف الاحتراف غتجي مع امور اخرى غتكون احترافيه، ما يبقاوش غادي كنمشيو غير بالعشوائيه وعافاك ودوز وداكشي. نتمنوا الله ونشوفوا السي محسن في شي طواف في المغرب ونكونوا متحمسين نتابعوا على غير كنا كنتبعوا سعيد عويطه هشام القروج الابطال المغاربه كاملين كنا كنتبعوهم علاش لا.
نمشيو معاك واسمح لي انا هذا بين قوسين، فتحت انا عندي حرقه شويه على هاد الامور ديال الرياضه اللي ما تنبغيهاش دوز، كنبغي نسكت واني ما كنقدرش، ما كنت مالكش اعصابي وكنستسمح بالنسبه للناس اللي متابعينا. المشاريع والطموحات تاعك المستقبليه ان شاء الله سي محسن. الطموح ديالي بعدا عندي اوبجيكتيف باش نربح الشامبيونات ديال ماروك وربح طواف المغرب و نمشي لشي فريق اللي هو محترف بحال الفرق العالميه. هذا هو الاوبجيكتيف ديالي ان شاء الله من هاد التراجعات. الشيء اللي كاين وشنو اللي كينقصك دابا انت الان؟ دابا الا جيت انا جلست معاه بحال ما تنديرش الكاميرا، اشنو خاصك باش توصل للعالميه السي محسن؟ باش توصل هو اول حاجه هي هذا الفريق اللي ولا ان شاء الله دابا بحال فريق سيدي علي برو سايكلين. الفريق هو اللي تيعاونك بزاف، يعني الفرقه ملي تتولي مع فرقه يعني تتشارك في بزاف ديال الطوافات اللي تيشوفوك فيهم الناس، يعني فيهم لي فوروغ، تيشوف منين تدير واحد النتيجه ولا كيسولوا عليك، كيسولوا عليك، يعني تجري واحد الحاجه اللي عندها قيمه، مش تجري في المغرب مثلا ما كاينش اللي يشوفك هنا في المغرب، يعني من تجري السباقات بحال قلتي السباقات العاديه يعني ما تيتعافك التحدي، يعني خاصك تشارك في بزاف ديال الحوايج. وان شاء الله باقي ان شاء الله بحال تربح شي طواف، تربح شي كلاسيك، الشامبيونه ديال ماروك تاي عندها قيمه باش تقدر تمشي، يعني الشامبيونه ديال مون دير فيه شي مركز اللي مزيان. نعم ان شاء الله كاينه الاولمبيات ان شاء الله ديال 2021، نتمنوا ان شاء الله نمشيو ليها نقدر بعدا نكملها وندير فيها نتيجه اللي تكون مشرفه للبلاد. هادشي اللي يعني عندي أسينا بزاف ديال الحوايج اللي نقدروا ان شاء الله نوصلوا بهم للعالميه. وانا كنتمنى لك الفوز. والاخ دخيسي راه تبارك الله رشال واحد القضيه بالنسبه للمعدل ديال فيو ماكس، قال لك باش يكون عندك هذاك المعدل اللهم بارك، قال لك راه قليل اللي غيكون، يعني هذا مؤشر انه الحمد لله عندك الطاقه البدنيه مزيان، والطاقه البدنيه وحده ما كتكفيش، خاص الطاقه الايجابيه الذهنيه. باقي ناقصني حاجه وحده هي تذبح بالصحه، ما تذبحش بالعقل، فهمتي؟ تذبح وحدك ما تمشي بعيد. شوف ما تمشي بعيد ها السي محسن، ها هو راه تيطلع، راه واحد السيد اختصاصي في الخبط الرياضي، واعد راك عرفتي، هو عدنان، ايوا خذ ويدير عنده الساعات الاضافيه. لا ضروري، انا كيعجبني انا عدنان تفرج فيه بزاف ديال السباقات تبارك الله، بواحد الذكاء كي كيتمشى واخا ما كتكونش الفورما تنعرفو كان غيكون في البوديوم غير بالذكاء تاعو، تستافد منه، خاصك تستافد منه، فهمتي؟ يعني داكشي ما تي يعني تتكون صحيح ولا هذاك مع فرق اللي هما واعرين وداكشي، يعني واخا تكون صحيح يعني تقدر ما غادي دير والو. نعم تجي حتى الاخر يعني خاص الذكاء تاع هو في الدراجه وتعرف فين تضرب الضربه ديالك، يعني واخا تكون صحيح يعني خاصك تكون عارف انت يا قاري هذاك لاكورس ديالك وهذوك الكورولات اللي معاك، يعني خاصك تعرف كيفاش تربح اليوم. نعم وهادشي راه كيجيب فعل التجربه والخبره سي عدنان. راه هادشي راه ما كانش في الاول، راه افورس كي تنقولوا، يعني اون فورس دو فورجون دوفيان فورجون، يعني مع الوقت مع الخدمه، وغير اللي مزيان اللي كيكون عقله خفيف غير كيستافد من الاخطاء ديالو، فهمتي؟ اما كاين اللي راه كنقولوا راسو ثقيل شويه راه كيدير الخطا 6 7 المرات عاد كيفهم، تكون الخفه ديال الدم تاعو يكون شويه. بدينا نستافد من هاد الاغلاط هادو، حيت انا كونتادور ما كنتش معليش ليك معلي فريرش ليك. نعم هادوك هذيك النديه ما بقاتش اللي كتعطي الفرجه. نعم كتبقى كولوميات 2 3 هاد التدبير، يعني ما بقاتش، يعني حتى الفرق الاخرين سكاي انيوس فاتهم بزاف بحال هاد الطوافات الكبرى، يعني فاتهم بزاف لواحد الدرجه ما تصورش. دابا الفرقه اللي بغات تقدر تنافسها هي لوتو جونفو. لوتو جامبو نعم هذا الدراجين تاهما في المستوى العالي اللي بزاف يقدروا حتى هما ينافسوهم لواحد الدرجه ما تصور، يعني جابوا توم دي مولان، عندهم بزاف ديال الدراجين اللي يقدروا يربحوا الطاوله. راه هذاك العام نيت هذا العام هذا راه ربحوا بزاف، الاكثريه ديال لي زيتاب ربحوا مي هما. نعم كي قال لك سعدنا قالك انيوس قالك يا ريال مدريد فيما كان شي لعاب شي دراج بان اللي فيه الضو زوين ما غينافسهم جيبوه كيجيبوه لعندهم، ايوا الفلوس
لان كاين المال تما، كاين المال. شي اللي نجيو السؤال الاخير، وصراحه الحديث معك شيق، ما كرهناش نطولوا، واني الغالب الله ما خصناش نتقلوا على الناس، فهمتي؟ شخص له فضل كبير عليك سي محسن. واللي عنده فضل كبير باش بديت زعما السيكليزم ولا لا؟ لا في حياتك، ماشي لا رياضيه ولا غير رياضه ولا العائليه ولا شي حاجه، شي واحد الانسان اللي اللي حسيتي بان دار فيك واحد الخير كبير ما تنساش له. هو الوالده ديالي هي اللي عاونتني بزاف في البدايه ديالي فاش بديت السيكليزم، وداك الشيء راه كنت هي اللي شرات لي الدراجه، يعني هي اللي عاونتني بزاف. يعني في الله يخليها لك. كان بحال هكا كما تقول الوالد، داك الشيء تسمع شحال الدراجات هادي تدخل تيقول لك ولا بيت قلبك بيت فلاو عليك وداك الشيء، ولكن هي عاونتني بزاف. نعم والله يخليها لك، والله يمتعك برضاها، فهمتي؟ وانا شخصيا كنت نبأ لك مستقبل، وعند الله نشوف. انا ان شاء الله هذه الحلقه غادي نحاول نسجلها ونخليها في يوتيوب، ولا حيانا الله من دابا واحد 3 سنين ولا 4 سنين ولا شنو، وتكون في شي فريق عالمي على غرار البطل ديالنا سي انس ايت العبدي، اللي كنتمنى له هو التوفيق ان شاء الله مع الفريق الجديد ديالو بحرين ماكلارين، نشوفك شي فريق عالمي. لان دابا الافارقه راه تبارك الله وصلوا للانديه العالميه، راه ما بقاش مشكل. لا ما كاينش مشكل، ولكن اشنا هو المشكل ديالنا حنايا اللي صعيب بزاف، هو تعبسنا واحد شويه بهذا المشكل اللي وقع في 2018. يعني مشاو بزاف ديال الدراري مشاو، يعني السيكليزم نعس بزاف في هاد العامين هادي، ويلا بيبدا تيحيا في 2020 وجا هاد المرض حتى هو، ولكن ماشي مشكل هذاك الشيء ديال الله، ولكن ان شاء الله راه بيبداو ترجعوا الدراري وترجع المدن مجاريها ويمشيو بزاف ديال الدراري. كاين بزاف ديال الدراري اللي كانوا بيحترفوا بحال سفيان السحداوي، بحال بزاف ديال الدراري اللي كانوا غادي يمشيو للفرق عالية. نعم هادشي اللي كاين. واسي محسن صراحة الله وصلنا للنهاية ديال الدردشة ديالنا اللي كان زوينة، مرتاحين بخير وعلى خير، خصنا غير شي قهوة، وخا هاد القهوة ما كنشربهاش دابا في هاد رمضان. الحمد لله، كنشكرك بزاف على العفوية ديالك وعلى تلبيتك الدعوة. انت يا بارك الله فيك على هذا البرنامج باش استفدنا منه بزاف ديال الحوايج، لان تيجيو معك اطباء فور مدربين اللي استفدنا منهم بزاف ديال الحوايج، وانت انتيا تعاونتي معنا باش نقدروا نعرفوا كانوا شويه يعرفونا الناس اللي ما تعرفوناش بزاف ديال الحوايج. هادشي اللي كاين. شكرا سيدي، بارك الله فيك، وكنضرب موعد الغداء مع البطل ديالنا الكبير، مع سي انس ايت العبديه، اللي غادي يكون في الحلقه ديال غدا ان شاء الله ابتداء من الساعه 10، كونوا في الموعد. وقبل ما نقطع غنطلق لك واحد باش نديرو، ماشي نقولش ختامها ميسك، واني من ختامها ديسك. سيدي تبارك الله عليك، وتحيه سلم على الاخوان كاملين ديال مراكش، سي عادل الخربوشي، سي عدنان، سي انس ايت العبديه، سي نجيب الدراري ديال الفي تي تي، سي عماد العوان، سي يونس يونس سي عبد الرحيم حتى هو، كاع الاخوان ديال مراكش. خليك يا مرحبا بسلامكم، ما تسمعوا ها ياسك ديال الراي. ايوا شنو شاب خالد، سيوس بوندي تحيه لك، تحيه لسيوس ايت بدان، سي نزار تحيه، سي ايت عبد الله تبارك الله عليكم، ولا نعاود غدا ان شاء الله ان كان للعمر باقيه، ان شاء الله نرجعوا نتلاقاو معكم غدا، وكونوا في الموعد مع البطل ديالنا سي انس ايت العبديه. والشكر موصول لك سي محسن، والله يوفقك اخويا، وبغينا نشوفك ان شاء الله في منصه التتويج العالميه، ولما لا؟ انت راه شوف امن بالقدرات ديالك وان شاء الله امن بالقدرات تاعك، وواحد الحياه زوينه راه ما غتلقاش مفروشه بالورد، المسار ما يكونش مفروش بالورد، كاينين اكراهات هكا، اللي كيوصل هو اللي كيصبر، ما راه الناس عند تقريبا الحمد لله عندها نفس الامكانيات، غير هذا تيصبر هذا ما تيصبرش، اللي كيصبر راه كيزيد، كي كنقولوا داخل النفق كيبان لك الضو فيه، كتمشي في وسط الظلمه راه ما كتعرفش كيخرج لك. تحيه ليك وتحيه الرياضيه ديال الجميع، وشكرا لكم، وسمحوا لنا على التاخير،
وإلى يوم غد إن شاء الله. تبارك الله عليكم.